اهلا بيكم معانا في بيت العيله. زي ما عودناكم بنستضيف اسره من الاسر المصريه، بنقرب منهم، بنتعرف وبنعرفكم عليهم، بنشاركهم احلامهم، بنتعرف على مشاكلهم، بنتعرف كمان على ادوارهم في المجتمع، خاصه ان معظم الاسر اللي معانا وبالتحديد الاسره اللي معانا النهارده هي مكونه من زوج وزوجة لسه بدون أطفال لأنهم متزوجين حديثا. هم اختاروا العلم هدف أساسي في حياتهم. هنعرف إزاي وليه وإيه هي تخصصاتهم. تابعونا لأن المجال مفتوح والحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا مشاهدينا. اهلا بيكم معانا مره تانية. معانا النهارده اسره زي ما قلت لكم انها اختارت العلم يكون محور حياتها او هدف من الاهداف الرئيسيه. معانا اسره الدكتور احمد سعيد. الدكتور احمد سعيد دكتوراه في القانون الدولي، وزوجته هند عبد الراضي هي حاصله على ماجستير وايضا باحثه دكتوراه في مجال الاثار، وهي امينه المتحف المصري. يعني تقدروا تقولوا ان عندنا النهارده مواضيع كبيره جدا وكتيره في مجالات مختلفه، اقتصاد وقانون، ويمكن هم متباعدين لكن ممكن خلال النقاش نلاقي اوجه مشتركه بينهم. الاول اسمحوا لي ارحب بالدكتور احمد سعيد، اهلا بيك. وهند عبد الراضي اهلا بيكي. واحب اقول لكم ان الدكتور احمد سعيد وهند لسه مفيش اطفال لانهم لسه عرسين جداد، هم متجوزين من شهر ونص بس. نقول لكم مبروك ولو ان جايه متاخره. واحب دايما اول سؤال ان انا اعرف التعارف جه ازاي، كان تقليدي ولا كان قصه حب مثلا، جواز عقل ولا جواز حب، مين يقول لي الاول؟ لا والله، هو في الحقيقه احنا الاثنين اتعرفنا على بعض في الجامعه، يعني هي في كليه اداب جامعه عين شمس وانا كنت في كليه حقوق جامعه عين شمس. والمكتبه المركزيه جمعت ما بيننا، يعني المكتبه حب المكتبة. حب القراءه، يعني اعرف ان في هوايه هي مشتركه، البحث وحب القراءه هو اللي جمع بينكم في الاول؟ طبعا. طب بصراحه كده انا بحب قوي اعرف التفاصيل دي الرومانسيه، والناس تبقى محتاجه تسمع رومانسيه وان لسه موجوده الرومانسيه. مين بدا يهتم، مين اللي بادر انه يكلم التاني الاول؟ طبعا هي. طبعا هي. على فكره دي الاجابه في كل مره، انه ان هو يقول هي اللي بدات. بتعكسني كتير منها. وانا بقول لا، ممكن تكون هي اوحد بطريقه، لكن لا، الست دايما حتى لو معجبه تحب توحي للراجل ان هو اللي بدا. دي تعبتني جدا، دي تعبتني جدا بجد. انا قعدت سنه بحاول اعرف هي مين. سنه بس بتحاول تعرف هي مين؟ يا طب ده بيعجب الراجل اكتر؟ يعني ده خلاك متمسك بيها اكتر بعد كده؟
والله انا ما شفتش ان هي يعني دي الصفه الاهم، يعني ما مش عشان هي كانت صعبه في الوصول ليها كانت اهم حاجه، لا بالعكس يعني بجد دي ما اثرتش في حاجه لا يعني. ما كان يعني هو من البدايه يعني الانسان بيبقى فيه ارتياح بس يعني. اكيد انت لسه ما كنتش كلمتها، اكيد في حاجه جذبتك يعني، ايه اللي شفته فيها وجذبك قوي؟ والله هو مبدئيا ان حضرتك تلاقي حد يتلاقى معاكي فكريا، دي نقطه مهمه لا احنا جدا. بنتكلم ان ما هو طبيعه انت بتقول المكان سنه علشان طبعا اعرف هي مين لسه طبعا. يعني، انت ما كنتش لسه اتكلمت طب بس معايا. المكان اللي احنا كنا بطبيعه الحال موجودين فيه يعني بيعبر عن شخصيتها يعني، كان يعني ده المكتبه كان طبعا اه ده كان بالنسبه لي دافع كبير جدا يعني. وبرضه يعني في كيوبيد يعني في في مشاعرك من غير ما في تتعرفي نظرات على حد متبادله بقى مع حقيقي. العين هند في حاجه اسمها مش الحب من اول نظره يعني، انجذاب، في طبعا كيمستري، في الكيمياء اللي بيقولوا عليها دي طبعا من اول طبعا نظره. اكيد، حتى لو ما تعرفيش عنه اي حاجه، بس يعني المنظر العام كده او الوهله الاولى كده بتشدك، وبعد كده اما بتتعرفي بتحسي لا يعني في الطباع بقى كيمياء. تبدأ تتكلم طبعا عن نفسها، الطباع بقى اما بتتعرفي طبعا. ايوه. طيب انا ملاحظه ان بينكم حب العلم والدراسه، ممكن يكون دي حاجه كويسه، لكن بعد الجواز الزوج بالذات ممكن دي حاجه تكون، لو هو زوج يعني اناني شويه عايزها طول الوقت ليه، ممكن انها تباعد يعني. هي حاصله على ماجستير هند ولسه في الدكتوراه بتجهز ليها وبتحضر ليها، بالاضافه انها بتشتغل امينه في المتحف المصري، فدي لا لا في مش بتباعد الحقيقة بينكم؟ لا 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 بالعكس، لا بالعكس، لأن احنا بنتشارك في الأفكار سوا يعني. هو الحاجة الحقيقية ما بيننا هو حب البحث يعني، فكرة البحث عن الحقيقة. إذا كنت أنا في مجالي كنت ببحث عن الحقيقة في القوانين وعن إيه الواقعي وإيه اللي محتاج يتطور، فهي كمان في مجالها بالشكل ده. وفي الحقيقة لو في يعني هي قدمت لي مساعدة كبيرة في رسالة الدكتوراه بتاعتي يعني، أكتر حد كان بيراجع معايا في موضوع البحث بتاعي. طب وبالتالي ازاي وهي بعيدة خالص عن مجال تخصصك؟ هي آثار منهجية وانت الكتابة، قانون، على الأقل الدرافتنج يعني، على الأقل الكتابة، الحاجات اللي بتتعمل على الكمبيوتر، منهجية التوثيق، المراجعة يعني المراجعة، التوثيق كده يعني. بتحاولي تساعدي؟ طب هو طبعا بيساعدك؟ مش معنى طبعا، انت تساعدي لا هو ما يساعدكش، انا جاية وبيشجعني. محضر خير يعني، بس سؤال يعني. لا لا بيشجعني جدا، ويمكن هو بيحاول يرتب لي كمان وقتي، يعني بيحاول يرتب لي أولويات الحياة عندي، دايما في تشجيع بصراحة يعني، ما بي مش بيعطلني ابدا بجد يعني. ده حقيقي. حقيقي بجد. طيب دايما اسمع ان اول سنة بتبقى صعبة قوي، انت جاي من بيئة مختلفة، عادات مختلفة، وهي كمان عشان التكيف ده يحصل اول سنة وسنتين بيبقى في مشاكل كتير، ده مش موجود بينكم؟ في طبعا اختلافات يعني، طبعا كل واحد يعني عنده افكاره المختلفة عن التاني، بس هي الفكرة ان انت ازاي تلاقي طريقة تعالجي بيها الاختلاف يعني، ازاي يبقى في حب يحتوي الخلاف. ايوه. كل واحد فينا ممكن يغير من صفاته، يغير من طباعه، يغير في من حد نفسه. بيتغير يا هند ممكن بعد السن ده؟ طبعا اكيد، مش بتتغير بس يعني الواحد بيحاول يأقلم طبعه شويه على اللي قدامه. لو انت حابه اللي قدامك وحابه تحافظي عليه وتشوفيه دايما في المظهر العام اللي انت حاباه تشوفيه، مثلا بدون عصبيه، بدون نرفزه، بدون رياكشن مش حلو، هتحاولي ما توصلهوش لده، فتتعاملي معاه يعني ببساطه. حتى لو في مشكله بلاقي نفسي انا واحمد بعديها خلاص يعني، بتتلاشى لوحدها، حتى لو ما حطيناش ليها حل مؤقت، بس بعد شويه بنلاقي نفسنا لا بتحاولوا بهدوء ان جدا. انتوا تعلوا فوق ما بين الحاجات يعني الصغيره بالذات. الرغبه في الحل يعني، هو بس بالظبط ان احنا حابين ان يبقى عندنا حلول يعني. طول ما في رغبه في ان الواحد يحل المشكله خلاص مفيش مشكله. ايوه. وخاصه الانسان مش جماد يعني، الانسان مش ترابيزه، الانسان يعني يقدر يغير من نفسه، يقدر يطور من نفسه. واحنا يقدر يلاقي أرضية كمان أكيد وسط يعني، في النص تتقابلوا فيها النقطة اللي أرضية جمعتنا مشتركة. ببعض كانت أكتر، ما كانش في العلم إن إحنا كنا عايزين يبقى معانا ماجستير عشان يبقى اسم أو شهادة، أو دكتوراه عشان تبقى اسم أو شهادة. بس هي الفكرة إن إحنا الاتنين عندنا نفس المنهج، الإنسان مش جماد، أنا ممكن أطور من السكيلز بتاعتي، ممكن أطور من مهاراتي، ممكن أطور من إمكانياتي، المهم الإنسان يركز ويوفر بوقت ويشتغل على نفسه كويس. فكل واحد فينا حريص على إن هو يطور من ذاته طول الوقت، فليه لا في النواحي المشتركه ما بيننا ان احنا لا ده احنا نطور من نفسنا، يبقى اكتر العلاقه ما بيننا تبقى انت ايجابيه بتقول اكتر. كلام جميل جدا ومهم جدا، الانسان يشتغل على نفسه ويطور من نفسه. بس هنا في بقى نقطه ممكن بعض الزوجات بيقعوا فيها، ان الزوج يشتغل على نفسه، يبقى عنده طموح جامد، يطور من نفسه، يتقدم يتقدم، وهي تفضل محلك سر. هنا بيبدا بقى التباعد الحقيقي، ممكن في فتره من الفترات، لان الزواج مراحل، العلاقات الانسانيه مراحل، صحيح ممكن يجي في فتره
يحس ان في فرق كبير بينه وبينها. بس هو انا تصوري لو الزوج ذكي هيفكر ان شاء الله في المستقبل اكتر حد هيقعد مع اولاده هي زوجته، فهم هيتشربوا منها عاداتها وهيتشربوا منها ثقافتها، هيتشربوا منها طريقتها في التفكير. فمهم بالنسبه لي جدا ان هي تفضل بتطور من نفسها وبتطور من تفكيرها، لان ده هينعكس على اسرتنا. يعني بعد ما انا بتكلم هنا ان مش ان الزوج رافض ان زوجته تتطور، انا بقول ان في زوجه هي مش واخده بالها من القصه دي، هو لازم يشغلها. مش بتحاول تطور نفسها. يعني زي ما حضرتك قلتي في بدايه الموضوع، انا ما بقتش احمد لوحدي ولا هي بقت هند لوحدها، احنا دلوقتي بقينا اسره واحده. فواجب عليا ان انا الفت انتباهها لحاجه هي مش واخده بالها منها، واجب عليها هي كمان تبقى مرايتي الصريحه جدا اللي بترشدني وتقول لي ايه اللي انا ممكن اطور فيه، ممكن ازود فيه نفسي ايه. يعني فطول ما في رغبه حقيقيه في الحب وفي النجاح اظن كل المشاكل بتتحل. يعني أي رغم ان انا في البدايه قلت ان انتوا مجالين مختلفين، انت قانون حاجه صارمه، حاجه ما فيهاش الحس الفني قوي والادبي قوي، عكس هند شغلها فيه تامل شويه وحب للتاريخ والاثار، ما نقدرش نبعده عن الفن، هو فيه بوجه كده من الوجوه بشكل من الاشكال في فن طبعا نوع من انواع الفن، لكن ده ممكن يقربكم مش يبعدكم، انتوا ممكن تكونوا بتكملوا بعض بالقصه دي. لان ظاهريا ممكن حضرتك تلاقي القانون مختلف عن الاثار، لكن في حقيقه الامر القانون هو علم من العلوم الاجتماعيه، زي ما دراستها هي دراسه يعني اجتماعيه بحته، يعني هي بتدرس المجتمعات كانت زمان بتتعامل ازاي، وكانت الشعوب ايه افكارها وكانت بتعبر عن افكارها دي ازاي. انا دوري الحقيقي ان انا ازاي اشوف مجموعه القواعد اللي تنظم السلوك الانساني في المجتمع. يعني هو ده تعريف القانون عندنا، هو مجموعه القواعد اللي بتنظم السلوك الانساني في المجتمع في فتره زمنيه محدده. فبستشف منها ساعات كتير افكار كانت بتحصل زمان، يعني بدايه الامور كانت ازاي، يعني ازاي المصري كان بيعترض، ازاي المصري كان عنده افكار. فلا في دور كبير بجد. جدا انا عرفت منك موضوع غريب جدا، ان انت اكتشفتي في خلال بحثك في الدكتوراه وكده ان القدماء المصريين كان عندهم فن الكاريكاتير. ايوه طبعا. مش كده؟ كان موجود طبعاً. على الجدران وعلى المعابد. طبعا كان موجود الفنان الكاريكاتيري، وكان بيحاول دايما يعبر عن راي المجتمع سواء من احوال سياسيه او اجتماعيه او حتى دينيه. يعني ما كانوش واخدينه من ناحيه ترفيهيه، كانوا كمان ترفيه من ناحيه طبعا سياسية. لا ترفيه، هو في يعني جانبين، الجانب الترفيهي والجانب النقدي. الجانب الترفيهي دايما الفنان كان بيحاول يعكس الحقائق في شكل، يعني مثلا الحاكم او مسؤول مثلا يصوره بشكل حيوان شويه، العكس برضو لو هيحاول يبرز النقد الاجتماعي او السياسي بيبرزه برضو بشكل قصة او حدوتة ممكن تتصور على ورق البردي، وهو اغلبية الكاريكاتير تصور على ورق بردي يعني بالنسبة لمصر القديمة يعني. ايوه طيب سيب تشركني معاها في بعض الكاريكاتيرات اللي بتطلعني عليها. يعني في عصر من العصور كان المزيكا في مصر ما بقتش كويسة، فهي وريتني صورة لازاي الفنان راسم صورة العازف الموسيقي براس قرد تعبيرا منه عن ان الموضوع بقى تنطيط، يعني ما بقاش فيه. فبالعكس يعني انا شفت منها ان احنا المصريين من زمان عندنا اعتراض. ايه اللي لفت نظرك في الصور الكاريكاتوريه اللي كانت زمان رسمنا على المعابد؟ ايه تاني؟ لفت نظري ان مصر كان شعب واعي، يعني ان احنا عندنا وعي وثقافه من اجدادنا. يعني احنا فعلا كون المواطن المصري يعبر عن انتقاده الوضع بيمر بيه. يعني وريتني كمان صوره ثانيه، فاكره صوره المدرس اللي عاملينه براس حمار؟ فعلا في العصر البطلمي كان المدرس وصل لمرحله متدنيه جدا من الثقافه، فصوروه براس حمار، يعني هو جسد بشري ولابس الخيطون بتاع المدرسين بس براس حمار. غريبه جدا فعلا. يعني نفس المشاكل اللي بنمر بيها كانت عندهم، مشكله في الموسيقى، الفن الراقي مش موجود، المشكله في التعليم والمدرس، مشكله التدخل الاجنبي كمان. يعني في مصر القديمه صوروا على البردي ان الاجنبي من كتر ما هو تدخل في الشؤون العامه للبلاد، ومن كتر ما المسؤول او الحاكم المصري اعتمد عليه بشكل كبير جدا، صوروا كهيئه فار، صوروا بهيئه فار والحاكم بشكل قط. من الطبيعي ان المفروض القط يسيطر على الفار، لا هو مطلعه في الكاريكاتير الفار هو اللي مسيطر على القط. ايوه
ان القط مثلا هو اللي بيخدمه، في حين ان القط ده بيرمز للمصري او الحاكم المصري، مصوره لا مصوره ان هو ان الفار قاعد في بشكل منعم جدا، والقط هو اللي بيشرف على خدمته. ايوه برضو مشهد تاني تصوير قد ايه الثروات اللي كانت في ايد الحكام، وقد ايه الحكام يعني كانوا كان عندهم اموال بيسيئوا طائله جدا استغلالها يعني. وبيسيئوا استغلالها. فصور المواطن المصري فلاح هزيل جدا جدا جدا، وبيرعى ماعز وبيرعى بقر، بس بقر سمين جدا جدا جدا. فقد ايه المواطن هو هزيل جدا في حين انه بيرعى بقر سمين، والبقر ده كان بتاع سادة الاقليم يعني. ايوه فهو عبر عن كل الأحوال الاجتماعية الدينية بشكل كاريكاتيري، من أول مصر القديمة لغاية العصر اليوناني الروماني، اللي هو اختصاصي يعني الفترة اليونانية الرومانية. احنا ممكن كده نقول ان اصل فن الكاريكاتير كان القدماء المصريين قدماء مصر المصريين القديمة. بالضبط، مصر ايوه الوسطى يعني. ايوه كانت أقدم مشهد كاريكاتيري كان في مقبرة تامر، يرجع للدولة الوسطى يعني. ايوه طيب نرجع للقوانين بقى شوية، وعايز اسألك سؤال قبل ما انا ادخل. عايز يعني انا اتفضل، عايز اسف تعلق؟ لقطة، عايز اتفضل. اعلق طبعا. يعني قد ايه ده بيعبر ان احنا من اكتر من 2000 سنة كنا شعب واعي، كان عندنا انتقاد للواقع المعيشي اللي بنعيش فيه عشان خاطر نقدر نطور من نفسنا. يعني هو لما بينتقد حالة المجتمع بيمر بيها، ده بتبقى أول خطوة في حل المشكلة. يعني الواحد لما يبدأ يكتشف المشكلة اللي هو عايش فيها يقدر ساعتها يعالج المشكلة دي. لما طول ما هو ما بيعبرش إن في مشكلة عمرها ما تتحل. أيوة، ومش معنى ان انا انتقد مسؤول ان انا ضد المسؤول. انا مفيش بيني وبينك حاجة شخصية، انا بالظبط بنتقدك علشان الحل يبدأ زي ما انت بالظبط. بتقول. أنا مش بنتقد عشان أنا عايز المسؤول ده يمشي من مكانه، بس في حقيقة الأمر المسؤول ده تحتيه موظفين كتير جدا هم اللي بيقوموا بالوظائف دي. فطبيعة الإيجابية بتقول إن أنا لما أنتقد في سوء في أداء خدمة معينة، أنا عايز الخدمة دي تتطور، أنا مش عايزك تمشي من مكانك. فأنت كمان لازم تستوعب رأيي ده على إن دي حاجة بتفيدك، لأن أنت لو بدأت تعالج الأخطاء أنت هتستمر أكتر من الأول. فنتمنى إن كلنا نقدر نصطف كشعب صف واحد من غير ما نبحث عن نوايا بعض، نشوف المشاكل فين ونحلها. بالظبط، ومش كل ما حد يقول لك ان في مشكله يبقى ده معناه ان هو وحش او ان هو مش عايزك في مكانك، لا ده بيساعدك على النجاح. انا احسن حاجه بالنسبه لي ان انا اسمع الناس تقول لي فين مشاكلي وعيوبي واخطائي عشان اقدر اطور من نفسي فيها. ايوه لان الانسان مش جماد، الانسان ممكن يتطور ويتغير، ممكن نحل كل مشاكلنا بس المهم نحط ايدينا عليها. ايوه اللي انتوا بتقولوه ده والدلائل اللي كل يوم بنكتشفها على عظمة مصر، ده اللي بيخلينا نقول او نحزن لما نلاقي مصر مش واخدة الوضع اللي هي تستحقه. احنا سبقنا كل الشعوب زي ما انت بتقولي، حتى في الفنون. فبيبقى الواحد بس عايز عارف مصر تساوي ايه، مش اكتر من كده يعني. وبيتأكد له يوم بعد يوم ان احنا شعب مميز. احنا مش بنقول كلام، احنا طبعا بنتكلم عن اسس طبعا وعن تاريخ علميا، يعني اسس ونتكلم علميه علميا. بالظبط، وهم سابوا لنا اثر. يعني جدودنا المصريين القدماء سايبين اثر حافرينه على الجبال، بيقولوا قد ايه هم كانوا عندهم عظمه، قد ايه دي كانت حضاره مميزه. ايوه بس فيعني اهم لازم حاجه يا دكتور برضو ان احنا نفتخر بالماضي، لكن كفايه بقى ما بالظبط نكتفيش بيه، طبعا نقول احنا بقى موجودين اهو، طبعا احنا عملنا واضفنا للتاريخ العظيم ده. طبعا انا عايز اكلمك عن القانون وبرضو بصورة عامة قبل ما ادخل في مجال تخصصك يعني وقرب منه. امتى الانسان المصري يحترم القانون؟ لان احنا عندنا مشكلة في الجزئية دي، امتى والله يا رأيك؟ فندم. يعني حضرتك حطيتي ايدك على مشكله حقيقيه احنا بنمر بيها في مصر، وهي ان المواطن ما بيحترمش القانون. المواطن ما بيحترمش القانون عشان هو مش حاسس انه ممكن ياخد حقه بالقانون. يعني الموضوع ما هواش التزامات بس، حضرتك ما ينفعش تفرضي على المواطن الالتزامات بس، لازم يبقى في قدامها حقوق متساويه. يعني انا لازم ابقى حاسس اني هاخد حقي بالقانون عشان انا كمان احترم القانون. لازم ابقى عارف ان حدود حريتي بتنتهي عند حريه الغير عشان ما انتهكش حريه الغير. ببساطه كمان في مشكله حقيقيه، احنا عندنا قوانين كويسه جدا في مصر على فكره، يعني بالرغم ان في قوانين بقى لها اكتر من 100 سنه الا انها يعني كبنيان تشريعي احنا عندنا بنيان ايوه تشريعي بس هل قوي. هو مفعل؟ ما هي دي المشكله. بنعمله بننفذه بصي في مشكله حقيقيه المصريين بيمروا بيها، وانا بكلمك عن ملايين المصريين اللي بيمروا بيها، وهي بطء اجراءات التقاضي. حضرتك ممكن تبقي صاحبه حق كويس قوي لكن ما توصليش لحقك ده غير بعد 5 سنين. فده يعني تأخير الحق ده بيساوي ضياع الحق عند الناس. يعني فده بيخلي الناس في شكل سريع جدا ممكن ما يلجأش للقانون انه ياخد حقه، ممكن يروح هو بأي شكل غلط يحاول ياخد حقه. طيب انا بحب اسمع اراء الشباب. انت شاب وفي مجال تخصصك بتتكلم عن القانون وبتقول المشكله
مصر بتعاني منها سنوات، طبعا بطء اجراءات التقاضي، بطء اجراءات التقاضي بنعاني منه من مئات السنين. ايه المشكله؟ في ايه؟ ايه ايه فين هنا الحلقه المفقوده؟ والله برضه عشان كلامنا ما يبقاش بيزعل حد، زي ما حضرتك كنت بتقولي احنا ما بننتقدش اشخاص، لكن في مشكله، والمشكله دي لو حضرتك عملتي ريبورتاج قدام اي محكمه هتسمعي الكلام ده من الناس. انا شايف ان العدد بتاع القضاء اللي موجود دلوقتي ما بقاش يتناسب مع عدد المواطنين ومشاكلهم. عدد المحاكم اللي موجوده لا تتناسب مع عدد المواطنين ومشاكلهم، يعني مستحيل يبقى فيه 15,000 قاضي بيفصلوا في مشاكل 90 مليون مواطن، يعني ما فيش تناسب في الموضوع. وانا اظن المشكله ظاهره وواضحه وفي احصائيات بيها، يعني في احصائيات وزاره العدل بتعملها وبتعرف من خلالها القضايا اتنظرت في خلال كام سنه، يعني الطبيعي دلوقتي اقل قضيه في مصر مش هتاخد اقل من سنه. وده يعني بيخلي المواطن انه مش هياخد حقه بالقانون. أيوة. فبالتالي ولا هو اصلا بيعرف ايه حقه اللي في القانون ولا بيدور انه يحترم القانون ده. فانا عايز اخلي المواطن يحب القانون ويحترمه، لازم الاول اقول له ازاي هو هياخد حقه بالقانون. ساعتها ده هيبقى فعلا المواطن هيحترم القانون. طيب انت بتقول لي حاجه مهمه جدا، ان احنا لازم نعرف المشكله عشان نبدا نعرف نحلها طبعا. ازاي؟ انت قلت لي ان سبب المشكله ان عدد القضاه لا يتساوى مع عدد، لا يتناسب مع عدد المشاكل الناتجه عن 90 مليون مواطن. طب ايه المشكله؟ ليه عندنا عدد القضاه مش كافي؟ ايه المشكله في ده؟ والله دي مساله يرجع فيها لمجلس القضاء الاعلى، هو المختص بان هو يحدد اعداد القضاه اللي بيضموا للجهاز التشريعي للدوله كل سنه، فدي مساله تحتاج يعني مراجعه منهم، لان هم عندهم احصائيات بتقول الكلام ده. يعني احنا مش بنتكلم كلام مرسل، لا ده في احصائيات بتقول كل قضيه بتاخد وقت قد ايه في النظر قدام المحاكم. المشكله دي عامه جدا زي اي مرض موجود في المجتمع، وليها شق كبير جدا ان المواطن ما بيحترمش القانون بسبب انه مش هياخد حقه بالقانون. ده بيخليه يحصل مشكلة تانية اكتر، وهي الجهل بقى بالقواعد القانونية. يعني المواطن عشان حضرتك تطلبي منه يحترم قاعدة قانونية لازم يبقى بيعرفها اصلا. لو المواطن جاهل بالقواعد القانونية هو شايف انه مش هياخد حقه بالقانون، فبالتالي هو ما بيدورش القانون اصلا بيقول ايه، برغم ان القانون بيحتوي حقوق للمواطن، حقوق ضخمة جدا، بس المواطن ما يعرفش عنها حاجة. والحمد لله احنا يعني كان عندي خطوة عملتها، حاجة اسمها اعرف حقك، بتكلم من خلالها ازاي نطور الوعي القانوني للمواطن، بنقول له ايه حقوقك اللي موجوده في القوانين، اعرف حقك. هي عملتها في صيغه كتاب ولا في صيغه؟ اعرف حقك، انا عملتها الاول في صيغه كتاب، بس لقيت الناس حبها للقرايه ما بقاش موجود بشكل سريع، فبدات اقدمها في معلومات قانونيه مختصره، بقدمها من خلال الانترنت من على صفحتي في الفيسبوك. في الاول كان الموضوع مقتصر على عدد من اصحابي اللي انا بحاول اقول لهم بشكل بسيط ايه المعلومات القانونيه اللي تفيدهم في حياتهم، بس الحمد لله الموضوع دلوقتي بيوصل ل 20,000 حد بيوصل له المعلومه القانونيه دي بشكل شهري. وانا مش عايز حاجه من ورا الموضوع بتاتا، بس انا بتمنى ان انا ابقى مفيد للمجتمع اللي انا عايش فيه. بتمنى ان الثقافه القانونيه عند الناس تتطور او تتغير، لازم نوصل للناس ايه حقوقها والتزاماتها الاول عشان اقدر احاسبهم. لو حضرتك ما تعرفيش القاعده القانونيه انا مش هقدر اعاقبك بناء عليها. فانا لازم الاول اعرف الناس ايه الحقوق، ايه الالتزامات، ساعتها اقدر احاسبهم بالقانون. فلازم يبقى في معلومه قانونيه واضحه للناس، لازم يبقى القانون رادع، يعني لازم حضرتك تبقى عارفة ان انت هتاخدي حقك بالقانون. بطء التقاضي ده أزمة يعني في مصر صعبة جدا، لا إنسانية، لا إنسانية. طيب أنا عايز أرجع للناحية الشخصية تانية، عشان أنا مش معايا ضيوف عاديين، أنا معايا عرسان جداد وشباب ومقبل على الحياة. يمكن مش مناسب قوي ان انا اسالكم انتوا ازاي بتجددوا المشاعر بينكم، لان انتوا لسه يعني في الاول، بس برضو ازاي عموما رايك او رايك ازاي اتنين انت عارفة ان الروتين والملل ده وارد وسمة مشتركة في كل الجوازات، خاصة اللي بقالها سنوات. ازاي انا تنصحي او تنصح اي زوجين ان هم يرجعوا يفكروا نفسهم بانا كنت ايه ومشاعري كانت ايه ناحية الطرف الاخر؟ رأيي في اساس الموضوع العلاقة الزوجية لازم تبقى صداقة اكتر منها من اي حاجة، ففي نقط مشتركة كتير جدا ما بيننا، يعني انا عارف كويس قوي هي بتحب ايه، فإذا أنا بحب الناس تعمل لي الحاجات اللي أنا بحبها لازم أنا كمان أبادر وأعمل للي قدامي الحاجات اللي هو بيحبها، يعني زي ما أنا عايز أتعامل زي ما أنا بحاول أعملها، زي ما أنا بدور على نقط مشتركة ما بيننا، زي ما بدور على أنشطة مشتركة إحنا نعملها عشان تبقى الحياة دايما متجددة، عشان ما يبقاش في ملل. وهي بصراحة بتساعدني على ده، يعني الحمد لله إحنا بنعرف نتقابل في نقط وسط كويس قوي. ده حقيقي يا هند؟ حقيقي، يعني اليوم لازم يبقى متقسم في كذا حاجة، يعني
هنتكلم شويه في الاخبار، هنتكلم شويه في السياسه، هنخرج، يعني لازم الواحد يبقى مخلي اليوم فيه كذا نشاط يعني، ايوه فبالتالي ما نحسش بملل، يبقى فيه دايما تغيير يمكن يعني. هي بتعمل كمان اكتر مني، يعني هي بتلعبني اللعبه اللي انا بحبها وبتخسر فيها. ده حقيقي لعبه ايه؟ ما تقوليش كاندي كراش. لا 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 لا، لعبه ثانيه. لا كونكت فور. كونكت فور. كونكت فور. طيب الولاد بيقربوا حقيقي الزوج والزوجه، يعني انتوا مثلا متشوقين قوي ومنتظرين الابوه والامومه، ولا انتوا شايفين ان لا احنا من حقنا ناخد فتره في الاول ننجح فيها ونقرب ونتفسح ونبقى خفاف ونبقى اقتصاديا احسن وبعدين نفكر في الموضوع ده؟ والله واحنا متشوقين قوي لده، ولكن طبعا هي انا شايفه هند كانت عكس رايك. يعني هو عشان ناقش خلاص الدكتوراه، ما عندوش دكتوراه دلوقتي خلاص، فانا لسه قدامي الدكتوراه، يعني هي طبعا حاجه بتاعت ربنا، احنا سايبينها لربنا ونصيب يعني، بس الواحد يحاول يحقق ذاته الاول عشان يبقى يعني جدير بمسؤوليه الاطفال يعني. طيب ايه رايكم احنا النهارده بما انكم شباب متزوج حديثا، انا عارفه ما عندكوش مشاكل، لكن احنا بناخد الحلقه دي نموذج لأسر كتير بتشاهدنا وبتكون بتمثل الأسر دي. احنا معانا الدكتور حسين زهدي استشاري علم النفس، هنسأله أسئلة كتيرة قوي ممكن تهمكم في المستقبل وتهم ناس كتير ومتزوجين يكونوا بقالهم فترة قريبة، برضو ممكن هم يهتموا قوي ان هم يسمعوا معانا اللقاء ده. هنلتقي بيكم وبأسرة الدكتور أحمد سعيد مرة ثانية بعد الفاصل. معنا دلوقتي لان اصلا الاول ما بيبقاش في تكافؤ بين الزوج والزوجه، او بيبقى الموضوع متاخد ان هو جواز سريع، او ما بيبقاش في تفكير كويس قبليها. بس فبتهيالي ان هو لو اتفكر الاول قبل ما يقدموا على خطوه زي دي هيبقى افضل، لان البيت مش سهل. اعباء المعيشه حاليا في مصر طبعا للظروف الاقتصاديه وضعت اعباء زياده على الزوج، فاصبح الزوج مطالب ان هو يقدم تنازلات للزوجه، فبالتالي مع الكلام ده اصبح هناك بعض من الطعن في رجولته، فبالتالي زادت نسبة الطلاق زيادة يعني كبيرة. وده من خلال انا اولا محامي ولسه جاي من محكمة الاسرة دلوقتي ولسه رفع دعوة خلع، فطبعا كم هائل من القضايا وللأسف ملهاش حل غير المحكمة. المفروض يكون للأزهر دعويا دور كبير من حته ان مش اي بني ادم، يعني خلاص بقى كلمه الزواج بقت حسه اللي هي بقت عمله واحده عامله زي التجاره، في الاخر بيتشرد اولاد وفي الاخر بيبقى مجتمع مبني على قاعده فاسده، فالمفروض يكون للازهر دور تربوي. انصح اي اتنين متجوزين ان الشاب ما يتسرعش ويخط خط الخطوه دي غير لما يكون عنده شغلانه كويسه ويبقى فيه راس مال ليه يقدر يجيب شقه كويسه تمليك، عشان هو كمان مش عارف يدفع ايجار بعد كده، لان المرتب اللي هيقبضه مش هيقضي ايجار البيت، هيدفع ايجار البيت، فبالتالي هيجي مشاكل. الزوج يشرح طبيعه عمله، ازاي بيكسب كام، ازاي هيعيش، انما بيجي فجاه ان الزوجه بتيجي طبعا ايه الظروف الصعبه اللي بيمر بها الشباب دلوقتي واللي بيمر بها الازواج دلوقتي، الست ساعات ما بتستحملش اللي هو ايه الظرف اللي بيتعرضه للزوج. انا شايف ان احنا مثلا لو اي اتنين مجبرين على الزواج مثلا ياخدوا فتره خطوبه زياده شويه، يعني يفهموا بعض اكتر، يبقى في تفاهم بينهم وبين بعض عشان يعني يتاقلموا على المعيشه مع بعض عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده. لازم الشاب او قبل ما يقبل على الجواز يتكلم مع اهل عروسته او الناس اللي هيناسبهم على ظروفه واضحه، انا ظروفي كذا 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 كذا، يعرفهم كل حاجه بصراحه، ما يخشش على كده، ما يخشش على انه يزاود، ولا يخش يعرفهم كل حياته وكل دخله وكل حاله ومحتاله، ومن هنا تبتدي التفاهم. اهلا
اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. معانا الاستاذ الدكتور حسين زهدي، استاذ الطب النفسي والاعصاب. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ويا ريت يكون عندنا كلنا ثقافه ان احنا دايما نسال ونسمع برامج او نلجا لدكتور، خصوصا مثلا اثنين متزوجين حديثا يكون عندهم مشاكل في التطبع. هل فعلا اول سنه بيبقى صعب شويه وبتبقى كتير المشاكل فيها؟ واول سنه مشاكل فيها كتير، لان لسه ما بيبقاش كل واحد منهم عرف طباع التاني او عرف ايه الحيثيات اللي هي بتحدد شخصية التاني. بمعنى ايه؟ يعني قد اجد ان الزوجة من النوع اللي هو بيحب المظاهر والخروج، والراجل ملتزم بيحب بيته، قعدة البيت، قعدة البيت وما يخرجش. هنا في عدم توافق. كذلك حتة ان يكون الزوج من شخصية عبثية ومن النوع اللي بيحب السهر وخروج وما ياخدش زوجته بره معاه تسهر معاه، ده بيعمل ضيق شديد جدا في نفسها. أيوة. فتصاب باحباط انها عندها نوع من انواع الوحدة، ان هي قاعدة في البيت لوحدها، خصوصا ما يكونش لسه اولاد جم. أيوة. هو احنا مش عايزين نضرب الامثلة كلها، احنا بس بنقول ان اول سنة اول سنتين بيبقى صعب ان الزوجين يتكيفوا مع بعض. أيوة. جاي كل واحده جايه من بيئه مختلفه. أيوة. فالطباع مختلفه. فانا لو لقيت ان المشاكل ازيد من الحد، الكلام ما نفعش فيها، اللجوء للاهل والاقارب والاصحاب ما نفعش. أيوة. الجا لطبيب، مش مشكله، الاستشاري. بالزبط. بالزبط. لازم يبقى عندنا الثقافه دي. انا كنت عايزه برضو اسالكم واشرككم معايا في الحوار، غير ان في اختلاف في الطباع، المرحله اللي احنا فيها دلوقتي هي مختلفة عن أي مرحلة قبل كده. إحنا بنشوف وبيحصل لنا بتحصل أحداث في البلد إحنا كمصريين مش متعودين خالص عليها. أصبح دلوقتي إن الصديق بيختلف مع صديقه، ممكن يخسر عشرة العمر والأقارب، الزوج مع الزوجة ده بقى الجديد، إن بسبب اختلاف الآراء السياسية ووجهات النظر. فالضغوط الاقتصادية، يعني قصدي انا عايزه اوصل لهدف معين ويبقى معايا الدكتور برضه. ايوه. احنا كعلاقات شخصيه وانسانيه ما نقدرش نفصل نفسنا عما يحدث عن المجتمع حولنا. عن ظروف بقى اقتصاديه سياسيه ايا كانت. أيوه. مش قادرين نعمل الفصله دي، وغصب عننا بنتاثر. انا عايزه اخدكم انتوا كمثال. هل انتوا حصل التغير ده او التاثير بتاع الظروف السياسيه والاقتصاديه على علاقتكم؟ حضرتك يعني اولا الاختلاف يعني سنه ربنا سبحانه وتعالى في خلقه للبشر، بس لازم يبقى في ثقافه للاختلاف ده، ثقافه لاحتواء الاختلاف ده، ودي اللي مفتقدينها المصريين. يعني احنا بنختلف ومفيش اتنين هيبقوا عايشين مع بعض اصدقاء او اخوات او زوج وزوجه هيعيشوا من غير اختلاف. لازم ساعات هيبقى عندي وجهه نظر وهيبقى عندها وجهه نظر مختلفه، سيان تجاه الاحداث الاقتصاديه والاحداث السياسيه اللي بتعدي بيها البلد دي. لكن اختلافنا مفيش فيه حد ظانن ان نيه التاني سيئه، لا، هي بتبقى عارفه كويس قوي ان انا عايز الخير وعايز الكويس قوي. فبرجع تاني اطرح عليها ايه المعطيات اللي خلتني اخد القرار ده، يعني ايه المعطيات اللي خلتني اتبنى وجهه النظر دي، فبنتناقش في المعطيات اللي هي كونت رايها من خلالها وايه اللي انا شفته، لان دايما الحقيقه ليها اكتر من زاويه. ساعات كتير هي بتوريني زوايا للموضوع انا مش واخد بالي منها، وساعات تانية هي بتغير رأيها بناء على المعطيات لما أنا بعيد شرحها. ومش مهم أن أنتوا تتفقوا على رأي واحد. بالزبط. مش مهم أنا مع صديقي مع قريبي. بالزبط. مع جوزي أن احنا يبقى رأينا واحد، هو حر بس. عيب بس يعني هو في الحقيقة من غير ما نفتش في نوايا بعض، أنا عارف نية حضرتك خير، أنت عايزة الكويس، عايزة الخير للبلد مثلا. أيوة. فما يجيبش أن أنا أختلف معاك عشان أنت رأيي غير رأيي، يعني لازم أسألك هو أنت إيه اللي خلاك تكوني الرأي ده؟ ربما أنت تبقي اطلعتي على حاجة أنا ما اطلعتش عليها، فانت تلفتي انتباهي، او انا اكون اطلعت على حاجه انت ما شفتيهاش. فدايما ده بيخلي الانسان يا اما يثق ان فكرته سليمه، يا اما يغير من فكرته دي. ايوه.
يعني دايما المناقشه دي حاجه ايجابيه جدا، والمناقشه مع حد مختلف معاه في الراي دي حاجة. هو في راي علم بقى عايزه اعرف يعني في حته بقى يعني مصداقا لكلام الدكتور، كان الفيلسوف الفرنسي العظيم اللي اقام الثوره الفرنسيه سنه 1789 كان يقول ايه؟ قد اختلفوا معك في الراي ولكنني على استعداد ان ادفع راسي ثمنا لحريه رايك. شوف قد ايه ثقافه الاختلاف. ايوه. ومن الكلام ده من امتى؟ من اكتر من قرنين فاتوا. بس حضرتك ثقافه الاختلاف دي مهمه جدا، كمتخصص في مجالك، ان فعلا ده بقى يؤثر في العلاقات. بالظبط. أيوة. هو اللي بيحصل ايه بقى؟ ان العلاقات لما بتختل ما بين الزوج والزوجة بتؤدي الى شحنة عاطفية ملتهبة ضد بعض. واحب اكد على ان مركز المصري للتعبئة والاحصاء بيقول ان عندنا نسبة 35% مطلقات ممن تزوجنا في ظرف 4 سنوات. نسبة عالية جدا. أيوة. يعني التلت دول اتطلقوا في خلال 4 سنوات. الإحصائية دي من سيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. دي ظاهرة مؤسفة جدا، ظاهرة الطلاق طبعا. دي ما هو أصلا بيحصل إيه؟ طلاق مش طلاق بين اتنين، الطلاق ده يعني حالة تفسخ في المجتمع جامد. هو اللي بيحصل في فترة الخطوبة ما بيقدروش يتفاهموا خالص، بياخدوها كده إيه، خروج ترويش مش عارف إيه، إنما بيقعدوا يتفاهموا على معطيات محددة حيقيموا عليها الأسرة. أو في أنا شخصيتي تتسم بكده، والآخر أو الأخرى يعني الزوجة شخصيتها تتسم بشيء ما آخر. فلو حاولنا نقرب الاتنين ده هيكون كويس قوي قوي. غالبا ما بيعرفوش يعملوا كده خالص. ليه؟ لأن الحياة بالنسبة لهم فترة الخطوبة اللي هي فرفشة وجري وخروجات وفسح الواقع وكدا. بعد كده وبعدين يواجهوا الواقع بقى. أيوه. وبعدين يجي بعد كده طبعا الزوجة، معظم الزوجات عاملات بتشتغل، هتبقى عليها عبء الزواج، عبء الأطفال بعد كده. أيوه. العمل نفسه عبء كبير جدا على الزوجة. فالزوجة بتبقى على طول متنشنة ومخنوقة وزهقانة. يرجع الزوج من شغله يلاقيها مش مرتاحة، كل ده بيأثر على أعصابها ومتنشنة. ده بيأثر على أعصابها، وممكن أقل كلمة يقول لها تقوم متنرفزة عليه هو كرامته. طب تنصح بإيه؟ يعني إحنا طبعا عارفين الحياة اليومية شكلها إيه. بالزبط. أنا اللي يهمني أكتر مع حضرتك النصيحة. تنصح بإيه؟ النصيحة. خاصة المتزوجين حديثا. أوكي. هو المفروض إن الاتنين المتزوجين حديثا كل واحد منهم يبتدي يعرف إيه هي مفردات شخصية الآخر. يعني الزوج والزوجة يبتدوا يعرفوا ايه هي المكونات بتاع شخصية الاخر منهم. أيوة. فبحاول اقرب منها وحاول اتعامل معها بايجابية، لانه لو اتعامل معها بسلبية هيحصل هنا التفسخ. وهيحصل هنا اللجوء. أيوة. لقدر الله للطلاق. فهو اضطرارهم الى انه هم يوصلوا لحاجه زي كده واكون ده فشل. انا اكون انا عايزه اعيش باي طريقه. احنا زمان ليه اهالينا كانوا بيعيشوا؟ لان مش وارد عندهم الحل البسيط السهل اللي هو الانفصال او الطلاق. لا،
انا هعيش معاه، يعني لازم اعيش معاه، يبقى لازم اتكيف، لازم ان انا اركز على النواحي الايجابيه اللي في شخصيته واتكيف مع الحياه واحل مشكلاتي. انا عايزه ارجع لمجال تخصصك. هو انا بس عايز ارجع لحضرتك تاني. طيب. مره تانية. أوكي. عايزه ارجع لمجال تخصصك، لان احنا بنتكلم عن الاثار، وانا لما بسمع اي خبر سلبي سيء عن الاثار بتاعتنا، احنا طبعا تابعنا كلنا سواء دقن توت عنخ امون، سواء مشكله هرم سقاره اليونسكو طلعته علشان عيوب في الترميم استبعدته يعني مؤخرا عشان عيوب في الترميم. عايزه اعرف ايه المشكله؟ انت امينه الاثار في المتحف المصري، يعني انت في صلب الموضوع والمشاكل، ايه المشكله اللي بتواجهنا؟ والله هو يعني دايما لو هنتكلم على المشكله في الوزاره، مشكله ماده، يعني احنا عندنا كوادر شباب في المتحف عندها طاقه وعندها افكار كتير عايزه تنفذها، بس دايما لما بنيجي نتقدم بمشروع او حاجه فيعني تقابلك مشكله الماده، مفيش فلوس، طب عايزين نعمل نطور من حاجه محتاجين كذا كذا، مفيش فلوس، طب اصبروا، طب مش عارفه ايه. فبالتالي اللي عنده مشروع يا اما بيأجله يا اما خلاص بقى يعني بيبتدي ياخد الموضوع كوظيفه حكوميه، يعني وليه دايما مش ابتكار في يعني مش ابتكار في العمل ان احنا عايزين نطور من العمل، لا خلاص بقت وظيفه حكوميه وخلاص. لان الامكانيات برضو محدوده. ليه بنقول دايما الامكانيات؟ يعني ليه ما نقولش برضو ان ممكن ان احنا نعتني ونهتم اكتر من كده؟ انا بلمس احيانا ان المشكله هي عدم اهتمام كافي، يعني المشاكل كلها المؤخرا دي اللي احنا كنا بنتابعها. ما هي المشاكل يعني مثلا مشكله قناع توت، هو بالفعل كان في ناس بتشتغل وبالفعل في ناس رممت، بس هو المواد يعني ممكن تبقى ماده مستخدمه، طريقه ترميم، الموضوع برضو كان محتاج اشراف على نطاق اوسع واكبر، يعني ما فيهاش مشكله اما يعني نستعين باجانب في الموضوع ده. احنا فعلا بنستعين باجانب، مش كده؟ بالظبط، بس مش في كل حاجه. دايما في برامجي زي ما بلقي الضوء على السلبيات بمنتهى الجراه، يعني المفروض ده دورنا كاعلاميين، يعني احب كمان ان انا القي الضوء على الايجابيات. انت قلت لي ان في قوانين ايجابيه جديده. طبعا احب اعرف طبعاً. من حضرتك زي ما قلت لحضرتك احنا كان عندنا بنيه تشريعيه كويسه، والبنيه دي دلوقتي بتطور، في فعلا لجنه اسمها لجنه الاصلاح التشريعي، وانا تاني مره بتكلم عنها. اللجنه دي النهارده واخده على عاتقها تطوير القوانين الاقتصاديه عشان نشجع الناس على التصنيع وعلى الاستثمار في مصر. يعني دايما التشريع هو اول حاجه بتجذب الانسان على انه يستثمر او على انه يصنع، وفي بشره خير كبيره جدا لاي واحد عنده مصنع في مصر ان في قانون، القانون رقم 5 لسنه 2015، ده صدر من حوالي اسبوعين، ده اسمه قانون تفضيل المنتج المصري. تفضيل المنتج المصري ده قانون جديد جدا. ده قانون جديد جدا، يعني بمعنى ايه تفضيل المنتج يعني هل هم هيعطوا امتيازات للمنتج المصري؟ دلوقتي اكبر حد بيشتري من السوق المصري هي الحكومه المصريه، يعني اكبر كميه مناقصات او ممارسات او توريدات بتتم هي بتتم للحكومه، لان احنا عندنا حكومه مركزيه اللي بتعمل لنا كل اللي احنا عايزينه، بتعمل طرق، بتعمل مستشفيات، مدارس والى اخره يعني. فاكثر حد بيشتري من السوق هي الحكومه. فبموجب القانون الجديد ده بقى مفروض على الحكومه انها تشتري على الاقل 40% من اي منتج يكون مكونه مصري بالكامل. يعني ما يجبش ان انت وانت بتشتري اي حاجه انت تشتريها كلها اجنبيه، لا، لازم يبقى 40% من كميه التوريدات اللي بتتورد لاي مشروع تكون مصنوعه مصريا، يكون المكون بالكامل مكون مصري. أيوه. وكمان القانون ادى ميزه اكتر كانت منصوص عليها سابقا في قانون المناقصات والمزايدات، بس هي جت اقرارا لقانون التفضيل المنتج المصري، وهي نسبه 15%. يعني لو في منتج اجنبي بيتنافس مع المنتج المصري والمنتج المصري بيزيد في الثمن عن المنتج الاجنبي لغايه 15%، الحكومه تشتري من المنتج المصري. ايوه. فالقانون ده هيتم تطبيقه بعد شهرين من دلوقتي، يعني هو القانون صدر من حوالي 3 اسابيع، واخد فتره زمنيه 3 شهور لغايه لما المصانع توفق اوضاعها. المفروض المصانع دلوقتي يبقى عندها شهاده بتقول ان المنتج بتاعه ده فيه نسبه مكون مصري قد ايه. نتمنى قانون كويس جدا زي ده انه يفعل. احنا مش ناقصين قوانين جديده. القانون ده لسه جديد. ايوه جديد، بس احنا نتمنى ان هو فعلا يفعل. يعني مثلا حتى لو هنتكلم عن الاثار، احنا عندنا معهد لترميم الاثار تابع لاكاديميه الفنون، بس هو فين ودوره فين ودوره كان فين في المشاكل؟ احنا عندنا كيانات وعندنا قوانين، بس ان احنا نفعلها. انا
انا عايز ارجع لحضرتك بسؤال. لا وانا عايز اسال حضرتك سؤال. طيب الحكومه هتعمل ايه بقى في المنتجات الصينيه الرخيصه والحاجات هونج كونج وماليزيا وتايوان؟ كل ده مغرق السوق وباسعار رخيصه جدا. طب هتحمي المنتج المصري ازاي بعد توقيعنا؟ ما كله هيقبل عليها. ما احنا بعد توقيعنا وانضمامنا للركب العالمي في اتفاقيات تحرير التجاره، انت ما تقدرش تمنع دخول منتج للسوق بتاعك، لكن انت تقدر تدعم المنتج بتاعك عشان ينافس المنتج الاجنبي اللي جاي ده. وبشكل واضح وصريح المنتج اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بيبقى منتج رديء، يعني المنتج اللي جاي لنا من الصين بسعر التراب ده هو منتج رديء. اكيد لازم انت الاول تعرف المستهلك ايه الفرق ما بين المنتج الجيد وما بين المنتج الرديء. نعم. والقائم على الدور ده هو جهاز حمايه المستهلك المصري. الجهاز ده موجود بموجب القانون رقم 67 لسنه 2006. من دور الجهاز ده انه يعرف حضرتك ايه المواصفات القياسيه اللي انت يجب ان انت تشتري المنتج من خلالها. ده كلام جميل. بس عشان ما يحصلش فيه خلط قدام الناس في الاوراق، لان قانون تفضيل المنتج المصري ده لسه قانون حديث. ايوه. القانون ده مختص تحديدا بالتوريدات الحكوميه. مختص تحديدا يعني هو ملوش دعوه بمشتريات القطاع الخاص. ما هو ليه دعوه ان المشتريات الحكوميه لازم تلتزم بنسبة حد أدنى 40% من التوريدات بتاعتها تكون منتجات مصرية 100%. طيب أنا مش عايزة معلش الحلقة تبقى يعني تتحول، إحنا بيت العيلة وإحنا بنتكلم طبعًا عن طبعًا الحياة الشخصية، بنتكلم النواحي الإنسانية، لكن ما فيش مانع طبعا عن طريق مجالات حاجة إيجابية. يعني أنا جداً أنا نفسي جداً إن البرنامج هنا يبقى دفعة لكل صاحب مصنع يبدأ يجهز مصنعه، إنه بعد شهرين الحكومة فعلا عندها مناقصات وفعلا بتطلب. احنا اي حاجة في التنمية هنعملها هنحتاج لها توريدات. يعني احنا عايزين نعمل اي بنية تحتية جديدة هنبقى محتاجين توريد، هنيجي نطلب توريد بناء على القانون الجديد ده لازم يبقى المصنع موجود وشغال ومستوفي لنسبة المكون المصري. هو قدامه فترة زمنية اللي هم الشهرين اللي احنا فيهم دلوقتي نعدل اوضاعه، انه يوفق نفسه، انه يبدأ يستعد فعلا للعمل الحقيقي. أي. ودي طاقة ايجابية هتحصل مش للمصنع بس، ده للمستثمر وللمصنع وللعامل اللي في المصنع وللسوق كله. يعني قد ايه الكلام الايجابي والطاقه الايجابيه معديه فعلا. وكلامك قد ايه اشعرني بالامل ان شاء الله. ومهم جدا ان احنا كلنا نعدي بعض بالاحاسيس الايجابيه دي في الوقت اللي احنا فيه ده بالتحديد. انا الامل اللي انا بحلم بيه معلش ان انا الاقي المنتج المصري ينافس المنتج الصيني اللي مجرد تنظم ان العمليه تنظم علشان المنتج المصري ياخد فرصته انه يفرض نفسه. بالظبط. ارجع تاني بقى لموضوعنا معلش علشان انا برضو في نهايه الحلقه هو في كلمه عايز اقولها. اتفضل. زمان واحنا صغيرين كان ظاهره غريبه جدا من شده التصاق الزوج بالزوجه وحبهم لبعض والعشرة الجميلة اللي بيعشوها مع بعض عشرة رائعة. برضو الإحصائيات بتقول إن نسبة عالية من الأزواج بيموتوا بعد زوجهم ما بيموت، سواء كان الزوج أو الزوجة. أيوة. في ظرف من 6 شهور إلى سنة. أيوة. بمعنى إيه؟ يعني الزوج من الحزن من الحب، حزن عليه، الاحساس بالفراق من انسان كان بيحبه قوي قوي، ما عندوش اي ديفوهات في علاقاته، مش عيوب مع عيوب او في عيوب بس انا بتغاضى يعني عنها. عيوب عاديه. ايوه احنا أيوة. كلنا عشان الحب اللي الله موجود. يا ريت المشاعر دي ترجع والله. يا ريت وهنا ده اللي انا عايزه ده يرجع. لان ده مهم جدا جدا لو اننا وصلنا، لان هو للاسف ان حصل في تفسخ اجتماعي وفي تفسخ في الاخلاقيات اللي حصل بين الناس. حتى اولادنا النهارده بيستعملوا مصطلحات غريبة جدا احنا نفسنا بنكرهها. أيوة. وبنبوزها. أيوة. احنا نتمنى كده يا دكتور. وبعدين ده مش حلم بعيد، بدليل ان النماذج اللي احنا بنستضيفها في برنامجنا فعلا نماذج تفرح.
وتحسسنا بالامل. واحنا مش جايبينهم، ما هم موجودين في المجتمع، بس كل الحكايه ان الاعلام ما كانش بيلقي الضوء عليهم. الدراما احنا عارفين نوعيه الدراما، لكن دول موجودين. وبدليل الكابل اللي معانا النهارده او الزوج والزوجه اللي معانا النهارده، احنا بنشكركم جدا على اللقاء الممتع ده. بشكرك دكتوره هند، بشكر حضرتك دكتور احمد سعيد، بشكر حضرتك دكتور حسين زهدي، بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة مع بيت العيله.